الغرب وفي مجتمعاتنا؟ لا شك أننا لا نؤيد التفكك بالنسبة لمجتمعنا ولا ما يعارض قيمنا الإنسانية والإسلامية، وإنما يجب تنظيم المجتمع من ناحية القواعد التي تنظم الأفراد وتحمي الحقوق. لن أعود إلى الحقبة التاريخية، وإنما أتطرق للموضوع الطفل والمرأة انطلاقا مما جرى في الأمم المتحدة وتناول الشؤون الصحية والثقافية والتربوية والأسرية بالنسبة للطفل. في العام 1989 صدرت اتفاقية موضوعها حقوق الإنسان وحمايته، وإذا ما تطرقنا إلى هذا الموضوع وخضنا في تفاصيل ما يجري لأطفالنا في هذا العالم وفي شعوب العالم بشكل عام، نجد أنه يقدر عدد الأطفال المشردين المتسولين العاطلين عن العمل في العالم ما بين 100 و150 مليون طفل، إضافة إلى أن الأطفال ما دون الثمانية يعني الغير راشدين يعني تحت سن 18 عاما يؤخذون إلى النزاعات المسلحة، يستعملون كجنود، ويستعمل الأطفال أيضا في الأعمال أعمال ليست من صلاحيتهم ولا حق لهم العمل فيها. إذن هذه الاتفاقية هي ثمرة عن جهود مضنية مررنا بها، وكان فيها النظرة إلى الطفل عبر التاريخ وعبر عالمنا الإسلامي إلى أن وصلنا إلى هذا المستوى. نحن مع تنظيم ومع حماية هذه الحقوق، ولكن بما لا يتعارض مع قيمنا الإنسانية والإسلامية. أما بالنسبة للمرأة، فالإسلام هو من أعطاها كامل حقوقها، وإنما في فرانسيسكو عام 1945 صدرت الاتفاقية وتطرقت إلى كافة ما له صلة بالمرأة وخصصتها بأمور عديدة، وطبعا تلاها إعلانات وعهود وإلى وصول إلى الاتفاقيات الأخيرة التي تناولت حقوق المرأة السياسية حتى والبدنية والاجتماعية والأسرية كحقها في اختيار الزوج، وفي بعض الأحيان قوضها غمار السياسة والوظيفة والعمل وكافة المجالات. إذن يوجد نقاط عديدة تطرقت إليها مواضيع تطرق المجتمع الدولي حاليا بخصوص المرأة من خلال هذه الاتفاقيات وهذه الاتفاقيات. المرأة بحد ذاتها يجب أن تكون طبعا كرامته محفوظة، ويجب أن تكون سيرتها أيضا الإسلامية والإنسانية متعارضة مع ما يخطط لها مثلا كالمثليين أو الدعارة أو غيره. هذه الأمور يجب أن نتفاداها، لأن هنالك تنظيم لهذه الأمور أيضا في القوانين التي نراها بالأمم المتحدة والذي يعتبر هو القانون الدولي. هذه الأمور أيضا يوجد دول شاركت في هذه الاتفاقيات ولكنها تحفظت. من بين 171 دولة شاركت في هذه الاتفاقيات يوجد 16 دولة إسلامية، ولكنها تحفظت هذه الدول على نواح تمس بالإسلام وتمس بمجتمعاتنا وتقاليدنا العربية في هذا المجال. إذن لا يجب أن نأخذ كل ما هو حاليا صادر من الأمم المتحدة أو من قوانين حضارية تسمى حضاريا بين هلالين على كما هي. يجب أن نميز ما بين الصادر بشكل علمي وبشكل والقيم الإنسانية. يجب أن نميز بين القواعد الوضعية والشريعة، هنالك نوعان. طيب لا يمكننا يعني أن نتجاوز الشريعة لنسلم أمرنا إلى القواعد الوضعية.
بقيت دقيقتان أعطيها للإنسانية والتي لا تحافظ على القيم الإسلامية. دقيقتان أعطيها للأستاذ محمد زيتوت. أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث عن يعني الحقوق في زمن الحرب، يعني من يحمي هذه الحقوق أو من وضع هذه الحقوق؟ أليست هي القوى المتنازعة التي تهدر كرامة الإنسان عادة في مثل هذه المعارك ومثل هذه النزاعات المسلحة؟ أنت فتحت في الدقيقتين الأخيرتين موضوع يحتاج ربما لساعات للحديث أستكمله عنه، هو القانون الإنساني الدولي. أستكمله في الحلقة القادمة. نعم، في الحقيقة سأجيب على ذلك، ولكن تعليق بسيط جدا. أنا طبعا أفهم تساؤلك وربما تساؤل كثير من المسلمين في القضايا، هو لماذا يركز بعض القوانين وبعض الاتفاقيات على بعض الجهات أو بعض النساء والمرأة والطفل إلى آخره. في واقع الأمر دعنا نقول أننا أمام في الإسلام، عند الإسلام المسلمين هناك أحيانا نظريتين. نظرية تقول أن كل ما يأتي من عند الغرب هو تآمر ومؤامرة ضدنا، ونظرية تقول أن ما يأتينا من عند الغرب هو ربما ما يوصلنا إلى الجنة. وأعتقد أن كلا النظريتين خاطئتين، فهناك أشياء جميلة تأتي من عند الغرب، ولكن علينا طيب أن نعرف أن أنا فقط يعني هذه القضية من يراد به الباطل. شو أستاذ محمد، يعني أنا شخصيا أنا أقول أن الإسلام طرح هذه الحقوق مثلا لم يقل للمرأة وإنما للأم، للأخت، للبنت، للزوجة، لكن أن نجعلها للمرأة في مقابل الرجل، هذه هي المشكلة. يعني عندما نتبنى هذا الفصل، أنا أتفق معك أنا أتفق معك فيما تقول، وأنت محق، وهناك كثير من التحفظات لدينا على ما يقولون، وهناك كما قلت لك هناك وأحيانا حق يراد به باطل. النظرية الغربية فيها أحيانا من يستخدمها للإزدواجية والإقصائية والإباحية، يعني هناك من يقصي الحضارات الأخرى في هذه القوانين، وهناك من يريد أن ينشر الإباحية ويفرضها على الحضارات الأخرى، وهناك من يستخدم حقوق الإنسان للضغط السياسي وليس لحقوق الإنسان. أنا أعتذر على المقاطعة أستاذ محمد، ونكمل الموضوع إن شاء الله في الحلقة القادمة. وقت البرنامج انتهى. أشكر الأساتذة والضيوف الكرام. الأستاذ محمد العربي زيتوت كان معنا عبر الأقمار الصناعية من لندن. الدكتور عزيز جبر شيال عبر الأقمار الصناعية من بغداد. والمستشار المحامي سعيد علامة كان معنا من بيروت. شكرا لكم على هذه المشاركة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. حتى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.